الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وبعد، هذه القناة هي قناة علمية طبية متخصصة تهتم بكل ما هو جديد في مجال صحة الفرد وصحة المجتمع. في هذه القناة سيتم عرض تاريخ معظم الأمراض وأسبابها ومعدل انتشارها في العالم. سيتم عرض معظم الأمراض سواء التي تسببها الميكروبات مثل البكتيريا والفيروسات، أو التي تسببها المتغيرات المناخية والبيئية. سيتم عرض طرق الوقاية من الأمراض المعدية سواء التي تظهر في الريف أو في الحضر. سيتم عرض طرق الوقاية من الأمراض غير المعدية والتي تسمى أمراض العصر سواء في الأرياف أو في المدن. سيتم عرض فوائد الفواكه والخضروات والأعشاب للوقاية من الأمراض المعدية والأمراض غير المعدية. سيتم عرض أضرار بعض الفواكه والخضروات والأعشاب في ظهور بعض الأمراض المعدية والغير معدية. سيكون العرض إن شاء الله تعالى بمعدل فيديو واحد في الأسبوع يعده ويراجعه نخبة من الأخصائيين في علوم الصحة العامة والأوبئة. مدة عرض الفيديو ما بين 10 إلى 15 دقيقة فقط، بأسلوب مبسط وسهل الفهم لجميع الفئات العمرية، مع استخدام طفيف جدا للمصطلحات الطبية باللغة الإنجليزية البسيطة. ما عليك إلا الاشتراك في القناة لتزيد من معلوماتك ومعرفك في مجال الصحة والسلامة، وتفعيل رمز الجرس حتى يصلك الإشعار بأن الفيديو أصبح جاهز الآن للمشاهدة. نسأل الله لنا ولكم التوفيق، ويمكن طرح أي سؤال في التعليق أسفل الفيديو وستتم الإجابة عليه بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله.